السيدات والسادة مساء الخير. في عام 1986 كتب الدكتور يوسف إدريس كتاباً مهماً أثار الجدل، كان عنوانه فقر الفكر وفكر الفقر. في الكتاب أراد الأديب الكبير أن يقول إن فقراء الفكر لا يبدعون ولا يصنعون جمالاً. المصريون القدماء مثلاً بنوا حضارتهم العظيمة بعقيدة تعشق الفن والجمال، أقاموا المعابد الخالدة ولونوا المقابر وصنعوا من الحجارة تماثيل بديعة، لأنهم كانوا فنانين ونحاتين ومعماريين مبهرين. الشعوب التي تهتم بالجمال وبالفنون الراقية لا تعتبرها نوعاً من الرفاهية، والإحاطة بتاريخ الفنون وبأعمال الرواد الكبار ليس مضيعة للوقت، إنما هو ضرورة لبناء العقل والوعي والوجدان وسلاح ضد التخلف والتطرف. اليوم نحن نسأل أين نحن مما تركه لنا جيل الفنانين المصريين العظام في العمارة والنحت والرسم وشتى الفنون؟ أين الجمال والذوق والتذوق الفني في حياتنا، في بيوتنا، في شوارعنا، وفي مياديننا وحدائقنا العامة؟ اليوم ونحن نتحدث عن خطط وإجراءات حماية تراثنا من الفنون الجميلة والعمارة التاريخية، نتساءل عن التنسيق الحضاري، أين هو من عشوائية البناء والتلوث البصري وفوضى إعلانات الشوارع؟ نتحدث عن أجيالنا التي لا تعرف من هو محمود مختار أو محمود سعيد أو حسن فتحي، عن الجمال في مواجهة القبح وعن الفن في مواجهة اللافن. حديثنا اليوم من مصر، أهلا بكم.